أول حاجة محتاجين نفهم معنى كن فيكون. فين كن فيكون في حياتنا؟ وإيه لازمة الصبر طالما ربنا من قوانينه كن فيكون؟ دكتور عمرو شريف عالم ومفكر اتكلم في المعنى ده، قال ليست المقصود بها الامتثال المباشر الآني الآن وحالا، ده فهم خطأ لمعناها، ولكن تفعيلها من خلال تفعيل السنن والقوانين. فإذا خلقنا بكلمة كن فقد تطلب هذا بقاؤنا في الأرحام 9 شهور لتحقيق فيكون. كن فيكون بتتحقق لكن تحت منظومة قوانين الله. أول حاجة فيها هي السعي لتفعيل القوانين دي، تاني حاجة إن يتحقق منها اللي ربنا رايده يكون وبس، مش اللي انت رايده، وفي الوقت المناسب لعلمه إن ده الأخير ليك ولمصلحتك، والاستغلال أفضل قدراتك وتربيتك تربية ربانية. وفوق ده إن الاختيار ده يكون كمان مناسب لمنظومة الكون حواليك، يعني خير للأطراف التانية اللي حواليك في تربيتهم برضو وتشكيلهم. بداية استيعابك لفكرة ومعنى كن فيكون هي بداية استيعابك لأول معاني الصبر.